ايه العلاجات المتاحه في الانزلاق الغضروفي دلوقتي؟ حقيقه اساليب العلاج كتيره جدا والاجهزه كتيره جدا، بس كلها بتعتمد على سبب الانزلاق لو احنا عايزين نعالج صح. يعني ايه؟ يعني واحد سبب الغضروف اللي عنده ده خلل في الاتزان العضلي زي ما حكينا من شويه، يبقى احنا الهدف بتاع العلاج قبل الوسيله، الهدف ايه؟ ضبط خلل الاتزان العضلي، يعني العضلات الضعيفه تقوى والعضلات القصيره تطول، ثم اعتدال المفاصل والفقرات لوضعها السليم، ثم العمل على ارتجاع الغضروف لوضعه الطبيعي اقصى ما يكون، على حسب طبعا هو قديم ولا جديد. جديد ممكن يرجع بشكل كامل، قديم ممكن يرجع 50 أو 60%، بس في الحالتين مش هيبقى فيه اعراض. والمرحله الاخيره في الاهداف هي ان احنا نشتغل على دعم الوضع الصحيح، او تاهيل العضلات ان تقوم بدعم الوضع الصحيح اللي تم اعتداله من خلال العلاج. طب ده بيتحقق ازاي بالنسبة لنا؟ من خلال جلسات علاج طبيعي. بس ايه في العلاج الطبيعي؟ هي العلاج الطبيعي فيه اكتر من 30-40 وسيلة علاجية مختلفة. اهم الوسائل العلاجية اللي بتخص الانزلاق الغضروفي هما اتنين: تمارين علاجية وجهاز شد الفقرات. التمارين العلاجية دي بتختلف تمام الاختلاف عن التمارين الرياضية، لان مش المريض هو اللي بيعملها، الدكتور هو اللي بيطبقها عليه. وهي اللي بتحقق الاهداف اللي انا لسه ذاكرها من شوية: ضبط خلل الاتزان، اعتدال المفاصل، تأهيل العضلات. وطبعا الصورة هنا بتوضح إحدى التمارين العلاجية، شكلها يعني غريب شوية ولكن هي مش مؤلمة ولا حاجة. يعني لا، بس مهم فعلا نشوف يعني صورة حية على فكرة التمارين أو إن بتعملوا إيه. يعني بالظبط يعني المريض ده مثلا عنده بعض العضلات في الترنك أو في الجذع فيها قصر شديد، فكان الصورة السابقة كان في شكل ان احنا ايوه هي دي بالظبط، بنشد العضله دي عشان نرجعها للمدى الحركي الطبيعي بتاعها، وبعدين بناهل العضلات المعاكسه ليها ان هي تحافظ على هذا المدى. وبعدين الموضوع مش بينتهي كمان عند التصحيح، لكن كمان بنوفر للمريض معلومات وبنوفر له تمارين هو يقدر يمارسها في البيت علشان خاطر يحافظ على هذه الاوضاع السليم. فده بالنسبه طبعا للتمارين العلاجيه، طبعا هي تفاصيلها كتير جدا. طبعا شايفين يعني طبعا صور على حركات مختلفه طبعاً عشان نحقق زي ما حضرتك قلت الاهداف، سواء نشد العضل طبعاً، سواء نقوي طبعا، يعني كل واحد على حسب المشكله اللي عنده. يعني طبعا يمكن اجهزه بقى نستخدم حاجه دي مختلفه. دي صوره للكابنج ثيرابي. الحقيقه الحجامه كابنج ثيرابي جاي من كوبايات، زي منظر كوبايات كده على الظهر. بالظبط بالظبط، هي احدى اهم الوسائل العلاجيه اللي ليها تاثير قوي جدا على العضلات وعلى الانسجه بشكل عام. ليها مرجع علمي وليها بروتوكول علمي، واحنا كدكاتره لما بنيجي نستخدمها بنستخدمها طبقا لهذا البروتوكول لتحقيق هدف علاجي يخدم على البرنامج العلاجي اللي احنا حاطينه للمريض. فاحنا في فايبر كلينك بنعتمد برضو عليها بشكل كبير في علاج مشاكل والتهابات العضلات. بتعمل ايه بقى وحضرتك اشرح لنا برضو اكتر عن ال 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 الحجامه. لو اتكلمنا في فوائدها، في فوائدها كتير جدا جدا، بس انا بالنسبه لي بحط سبوت على تأثيرها على العضلات. هي بتقلل الألم، بتقلل التهابات، بتقلل الشد العضلي المزمن، بتعالج حاجة اسمها تريجر بوينتس، تبقى نقط ناشفة مكلكعة كده جوه العضلات مش واصل لها دم كافي ومحوشة جواها مخلفات لعمليات البناء والهدم للخلايا العضلية. بتشتغل ازاي دكتور بيتر؟ برضه وضح لنا يعني هي عبارة عن ايه؟ هل بتطلع مثلا موجات؟ هل بتطلع حرارة؟ لا أبداً. هل بتطلع سوائل؟ يعني هي عبارة عن أبداً ايه؟ أبداً أبداً. الفكرة كلها انه بيحصل سكشن أو بيحصل شفط للمنطقة اللي الكاسة عليها، بعد ما تكون فتحنا فتحات سطحية جدا في الجلد، وبعدين بنشفط بالكاسة فبتطلع الدم اللي موجود اللي محبوس جوه العضلات. الدم ده بيبقى طالع فيه هيفي ميتلز وفيه ويست برودكت أو مخلفات عمليات البناء والهدم للخلايا العضلية، والعملية دي بتحفز لدخول دم جديد في الأنسجة دي وفي العضلات دي، فبيبتدي العضلة تاخد الغذاء والأكسجين بتاعها وتبتدي ترتخي تماما بدل الشد الجامد اللي كان فيها. فده بيمهد لي بشكل كويس جدا لما آجي أعمل التمارين العلاجية، يبقى ليها تأثير قوي لأن خلاص أنا مهدت كويس وفكيت العضلات كويس وهديت الدنيا جدا. برضو إحدى أهم الوسائل اللي بتمهد كويس جدا في علاج الانزلاق الغضروفي هو المساج العلاجي. المساج العلاجي ده ليه أنواع كتير، وهو بيختلف تمام الاختلاف عن المساج الاسترخائي في طريقته وفي تأثيره، لأنه بيعالج الشد العضلي المزمن، بيعالج التريجر بوينتس اللي أنا لسه متكلم عليها،
وبيزيل أي التصاقات موجودة ما بين الأنسجة أو ما بين غلاف العضلة والعضلة. طبعا ده كل ده بيبقى موجود بسبب الشد العضلي المزمن وبسبب يعني في بعض الناس بيبقى عندها ألام وبيبقى عندها ممارسات خاطئة كتير وبتبقى مهملة فيها، فعلشان كده بتترتب عليها كل هذه الكومبليكيشنز يعني. لكن المساج الاسترخائي برضو عايز اعرف ايه الاختلاف، بيعمل ايه بقى الاسترخائي؟ المساج الاسترخائي مجرد ان هو عندي تنشن، عندي تنشن بنفكه فبنفكه تمام، لكن بعد شويه بيرجع تنشن، بيرجع تنشن تاني تمام. المساج العلاجي الفرق بقى هنا ان المساج العلاجي الدكتور هو اللي بيقوم بيحدد المشاكل جوه العضله ويبتدي يعالجها، علشان لما يجي يعمل التمارين العلاجيه ما يلاقيش اي مقاومه من جسم المريض. يعني احنا ممكن لما بنشوف صور التمارين العلاجيه هنا في بعض الناس تستصعبها قوي، تقول ايه ده المريض مشدود من هنا ومن هنا ولافف كده وعامل، بس الحقيقه هو المريض مش يعني مش بيتعذب ولا حاجه، ان هو احنا مهدنا كويس جدا جدا اللي احنا بنعمله، فهو مرتاح يعني في مراحل طبعا زي ما حضرتك قلت، في مراحل بالزبط بنعالج فيها ونوصل بقى ان احنا بعد كده بنيجي نشد طبعا نفرد الجسم. يعني زي مثلا لعيب الكوره قبل ما بينزل الماتش بيعمل ايه؟ لازم يعمل عمليه احماء ويسخن كويس علشان لما ينزل ما يحصلوش مشكله، لان لو جه من بيتهم نزل الماتش على طول هيتعب طبعا. لذلك المريض برده نفس القصه، لازم بنمهد له كويس، عنده شد عضلي لازم يفك، عنده تريجر بوينتس او نقط ناشفه او كلاكيع جوه العضلات لازم تتعالج، عنده التصاقات ما بين الانسجه لازم تتعالج، الالم لازم يقل، الالتهابات لازم تقل، علشان اعرف اشكل بقى في جسم المريض ده واحقق الاهداف اللي انا عايز احققها من اعتدال، من ضبط خلل الاتزان العضلي، وبعد كده من شغل على غضروف بشكل مباشر. طبعا هنا احنا اتكلمنا على التمارين العلاجيه. في جزء التاني بقى اللي احنا كنا ذكرناه من شويه هو الانزلاق، انا اسف، الشد الفقرات. شد الفقرات احدى اهم الوسائل برضو لعلاج الانزلاق الغضروفي. حقيقه جهاز شد الفقرات مش بيشد الفقرات، ده جهاز ايضا جهاز زي كده زي سرير كاب او الجهاز اللي شفناه، سرير يمكن. سرير البيشنت بينام عليه وبيبتدي يتربط بطريقه معينه تمام، وبيبتدي الجهاز بيشتغل على الفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه على حسب الاريا اللي فيها مشكله. الجهاز ده اساسا ده شكل الجهاز يا دكتور؟ لا لا بس ده شد فقرات، ده شد فقرات مانيوال مش كده. بالجهاز صحيح، وساعات بنحتاج المانيوال اكتر من الجهاز برضو على حسب الحاله، حسب الحاله على حسب الحاله. فدلوقتي انا بتكلم على الجهاز، هو هدف الجهاز مش شد الفقرات، هو اساسا ما بيشدش الفقرات، لكن هو بيعمل لها الاينمنت، بيرجع لها وضعها الطبيعي. بس يعني الطبيعي انا لو عندي انزلاق غضروفي في فقرتين هبطين على بعض، ده شكل وحده جهاز شد الفقرات. صحيح، ده وحده جهاز شد الفقرات. مثلا البيشنت بيبقى نايم على السرير وبيبتدي الجهاز، بعد طبعا ما نعمل بعض الحسابات وندخل فيه بعض البارامترز معينه ونحدد زاويه الشد، بنبتدي يشتغل على المريض. فهو لما بيجي يشتغل على المريض هو بيعمل على تصحيح وضع الفقرات وليس شدها. يعني اسم جهاز شد الفقرات ده اسم مجازي، لكن هو مش بيقوم بشد الفقرات، هو مجرد بيعتدل الفقرات ثم بيعمل الحركه السليمه للمفصل اللي بدورها بتغذي الغضاريف المتهالكه، لان غذاء الغضاريف زي ما قلنا من شويه في الحركه وليس في الدم. فهي دي فكره جهاز شد الفقرات.